شكت روحي ويا ما ندها القلب بشرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا الذهب والغاء الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والغاء لنها بالعدا ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا نقول الله لا لا ولا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور خرف شالة بابك غالي في غلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي في غلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور لنها بالعدا ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم يا أرض يا أرض احفظي ما عليك الله معك مع السلامات السماء والأرض تحرسك بخاطرك يا الله لك لساتها مثل ما هي على جمالها وعلى حالة وصرفة لك تقول ما لك كبراني منو لك مو كبراني ولا سنة لك بالعكس ظهراني بس يا ترى ليش ما سألت أنا شو رجع عشان بعد سنين هي ولا رجعي لحتى تفتي ليش روحاتي ايه والله يا سميح أفندي طيب وين هالغيبة يا أبو طالب والله اشتقنا لك تشتقلك العافية موجودين عمي موجودين طلعت من الصبح على باب جابي قضيت كم شغلة وقلت صرت قريب منك لازم سلم عليك وتبارك فيك انت بالشرف بأي وقت هات لشوف شو أخبارك وشو أخبار هالحارة الحمد لله الحمد لله يا سميح أفندي مستورة كأنه في بتمك حكي أبو طالب ايه والله يا سميح أفندي يعني بصراحة بعد ما مات هديك الموت يا مراد آغا والعياذ بالله معروف وبعد ما سمعنا انه مرته لمعات كمان عدموها ايه صحيح صحيح
يعني سميح أفندي أنت بتعرف أنه نعد ميت؟ هيك شي، لأنه بعد موت جوزها حملت كل تهمه. إيوه. بس ليش عم تسأل يا أبو طالب؟ لا سميح أفندي، بس في بعض ناس عنا بالحارة عم بيقولوا يمكن لساتها لهلأ ما نعد ميت. مستحيل يا أبو طالب، المحكمة أخذت فيها حكم مبرم ولازم انعدمت من وقتها. الحماك الحماك. ولو؟ جنبك سميح أفندي، متأكد من هالشي 100%؟ طبعا. طيب سميح أفندي، دخيل عينك إذا ما في أسئلة، ممكن تتأكد لي مرة تانية إذا انعدمت ولا لا؟ إيشو علي؟ تكرم عيونك، بس شو بيفيدك هالشي يا أبو طالب؟ حابين نقطع الشك باليقين يا سميح أفندي، لأنه مثل ما حكيت لحضرتك، في بعض الناس عنا بالحارة عم بيقولوا يمكن لسه لهلا ما انعدمت، وأنا عم بقول إنه هالشي ما حلو، لا بحق المحكمة ولا بحق القضاء السوري. وحدة مثل حكايتها مرتكبة كلها جرايم ولهلا ما تنعدم. يعني أبوكم فوق شلشته وانشغال باله اجتنا سيرة هالفرمان من ديوان الزعامة. ليش هو ما بيعرف رأي صالحة بالقصة؟ لكان ميمي بيعرف لكان ما بيعرف، بس أبوكم طلب مني أقنع أختكم صالحة بسيرة هالجواز مش عم نخلص بقى من هالقصة. يعني والله أنا برأيي ما حدا بيقدر يقنع صالحة بهالسيرة غير أبي. لك أمي أبوكم ماله فاضي للأخذ والعطى بهالسيرة، وهو يا دوب عم بيحكي معي كلمتين على بعضهم. معناها بدها صفنة القصة يا ما. أيوة صفنة طويلة. لك مين بفهموا علي؟ عم بقلكن ما معنا وقت، ما معنا وقت، فرمان من ديوان الزعامة مو حي الله. نحنا منتمنى تقتنع، بس والله مو طالع شي بإيدنا. مزبوط. والعمل يعني؟ اتركي اياها هاليومين، بركي ان شاء الله بيلتقى شي حل بدون ما تعيط وتجن مثل عوايدها. لا حول الله على هالسيره. ماشي ماشي مثل ما قلتي، ونطول بالنا هاليومين. اي ميمي انا سابقتكم لبرا، ما حلو تاركين الجماعه لحالهم عم يفكوا الهدايا. ايه بس امي شو بدي اقول لك، انا برايي احكوا مع خالته ام عبده وخالتي ام صابر انه يعني بالمره بيحاولوا يساعدونا. ماشي حبيبتي، وانت قلتيها لا تتاخروا. لا لا يا امي. يلا الله يعطيكم العافية. الله يعافيك ويخليك. الله يعافيك. هاي لمين قلتي لي؟ امسكي تقبريني خير. لا أبو مرزوق، هاي بالكيس هونيك. هاي لحرمت سمبو. يعني شو بدي أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل علي اللي عملوه بصالحة. هذا مراد آغا ومرته لمعات، يخرب بيتهم، خلوها تكره الجواز وساعته. نحن لازم نلاقي حل بلا ما أبوكي شي يوم يطلع عن طوره ويغصب على الجواز. قولتي؟ إلا كان لأمتى بده يضل مستحملها؟ إيه هو راح الحج مخصوص كرمال يدعي له؟ لا وتبهدل وانخطف وصار اللي صار كله من تحت راسه. معك حق. والعمل هلأ؟ ما بعرف. وهي لصباح بياع القماش العمى. في رجال اسمه صباح يا جماعة؟ هذا الاسم بيصير نسوان ورجال. لا ستي ما بيصير. لك شلون؟ ليش كترة الغلبة انتي؟ خلصينا عنا شغل كتير يا أم عبدو. هلقتي التانية ما كنت تحفظيني أم يحيى؟ يعني شو بدكن يعني؟ اطلع على المادنة وزيع لك كل العالم وقول انه أنا مو أم عبدو صار لبقي أم يحيى. فهمنا فهمنا فهمنا، أمانة الله ما تواخذينا، خلصينا عنا شغل يا أم يحيى. طولوا بالكن يا جماعة، طولوا بالكن. ميمي صالحة فوتي حبيبتي نادي لأخواتك خليهم يجوا ياخذوا هالهدايا ويحطوهن على باب البيت. هلأ بيجوا الشغيلة بياخذوا الغراض ويوزعوهن على أهل الحارة. يلا. إيه أمرك يا مو. إلهي وفقك يا أبو طالب، إلهي يرزقك من عنده، إلهي تكمش تراب يقلب ذهب بإيديك، إلهي يا إلهي وفقك يلي ما نسيت لا صغير ولا كبير بهالحارة. إلهي وفقك يا أبو طالب. واجبنا تقبريني، واجبنا يا أم عبده. كمان أنت أم عبده؟ قلت لك أم يحيى. إن شاء الله بتقبريني، أنا بعتذر منك. أم يحيى، خلاص أم يحيى. هيك ها؟ أم عبدو؟ حتى أنت يا أبو طالب أم عبدو؟ ولك لبي! لبي أم يحيى أنا! هاي تواب القمايش معلمي. ايه ماشي الحال، فوت حطهم جوا وفتح لي عينك منيحة، أنا رايح مشوار وراجع. بأمرك. شو قلت لك؟ بأمرك. فتح عينك. تيسير؟ تيسير؟ تعال تعال قوام.
أهلي بدرو. شلونا؟ والله مشتاق لك. لك معلمك مالي شايفه وينه؟ هلا كان هون. يعني ما بتعرف وين راح؟ والله ما بعرف. طيب يلا دخيل عينك، أول ما يجي خليه يجي على الديوان على الحاري. بعيوني. خاطره. ميسرة. اختي أنا رح وصل الهدايا وبرجع باخذ الباقي إن شاء الله. إيه يرضى عليك أخي حسن، خف شوي لأنه الهدايا كتيرة. لا لا إن شاء الله ما بطول. وكل هدية مكتوب عليها اسم صاحبتها. روحوا الله يعوض عليكم وعلى الزعيم أبو طالب كل قرش بعشرة يا رب. آمين يا رب. اتكلوا على الله. يلا بإذن الله. يلا. الله معكم. بدر الدين. شو رأيك تروح توصل الهدايا عني؟ شو هالحكي؟ وليش ما تروح أنت توصل الهدايا حسن أفندي؟ ما خرج. ليش بقى؟ يا لطيف. مبروك ظهري أنا. يا لطيف. والله زعلتني عليك. تعرف شو؟ والله وأنا كمان. هيك مبروق راسي ومالي حسان امشي ودايخ بالشمس ومدري شو صاير لي. خود خود الله يوفقك، روح وزعهم انت. يلا يلا بسرعه. اخ راسي مدري شو صار لي. فهمان عليك بدر الدين افندي، حابب تضلك متصمبع قدام باب بيت الزعيم، بس وينك؟ مستحيل تاخذها للبنت لو بدي شقك نصين. بدك تضل متصنبع لي على باب بيت الزعيم منشان يقولوا عنك انك شغيل وابضايلك حسن. ايه ما فشرت على امان يا فرعون، ايه بحريماتي ما بتاخد المستورة وفي نفس عم يطلع وينزل. كيف لقيت لي هالبيت؟ آخر فخامة وقبها. مقدم معناته سيدي؟ لا سيدي، طالما رح يصير عندي بيت نادي خانم كمان باينتو فخامة وقبها، فمبروك عليك هالبيت شريك. هاي حق المالكانتين صاروا بين ايدينا، هلأ منخبيهم بمكان أمين لبينا ما نخلص من لمعان، بعدين منفكر شو بدنا نشتغل. صحيح. قبل ما أنسى، انت مو كنت دايب بلمعات خانه وقاتل حالك عليها؟ هذا الحكي كان زمان قبل ما يصيروا بين ايدي المصاري. هلا نحن صرنا فوق وهي تحت، ايش كان ضلت عايشه؟ يعني من يوم رايح لازم نادي لك عدلي اغا. والله حق هالمالكانتين بيعملونا احلى غوات. لك يقبرني ربك، وين كنا وين صرنا؟ حط حلقه بدنك، هذا المبلغ مو للصرف، هذا المبلغ للشغل، يعني بظرف سنة لازم يدوبل. الله وإيدك. كمان قبل ما أنسى، رح نخبر برو بالقصة ولا لا؟ لك برو لا بهش ولا بنش، وبقرشين بتشتري لما بدك. انسى. منت علينا شريك. على رأسي. عساك تكون مرتاح بالقعدة بينات. والله أنا مرتاح بمعاملتكم المنيحة وقلبكم الطيب. وانت بعد كمان قلبك طيب. تفضل. عسى حليمة، بقدر أسألك نفس السؤال اللي سألتيني إياه امبارح؟ ما فهمت. أنت ليه لهلأ ما تجوزتي؟ مع أنه عاداتكم مثل عاداتنا، يعني أنه بتجوزوا البنت بكير. والله مدري إيش أقول، ربنا للحين ما بعث من نصيب. رجعني خطابة مرني قلبي ما ارتاح لحد منهم. فهمت.
وإن شاء الله الله بيبعث لك مثل ما بتستاهلي. تسلم يا محمد. اليوم أطبخ لك الملاح اللي وعدتك به. وأنا مشتهي ذوقه من تحت إيديكي. عن إذنك. عسى حليمة. بجوز يكون النصيب اللي حكيتي عنه هو اللي ساني لهون. ما فهمت. تتذكري وقت قلت لك إنه لولا الظروف والناس اللي عم يستنونا كنا بقينا بحماكم كل العمر والأزمان؟ أنا كنت بعني كل كلمة قلتها. صدقيني مو أنا اللي قلت. في شي جواتي هو اللي قال. بس مو أنا. هلا يوبا. هلا يا بنيتي، هلا يا بنيتي. السلام عليكم. أري عم الحاج. تفضل. عمر. الله يسلم ويديك يا صحة. والله ناكثة طلعت القنيط اليوم. يا رجل ما قدرنا نحصل طير واحد. انت بتحب الصيد عمي؟ ايه الصيد متعة ما بعدها متعة يا وليدي. ايوه طيب يعني لو خبرتني كنت رحت معك. هو انت لك هوا بالصيد؟ يعني ماشي حالي. مرة النوب اخذك وياي وبشوف كأنك نافع. يا بنيتي شو طبختينا اليوم؟ الملاحة يوبا، خلي محمد يذوقه. زين يا بنيتي زين، رح تاكل أكله بعمرك ما تنساها. إن شاء الله عمي. والله العظيم إني أنا مبسوط خيرات الله بالقعدة بيناتكم. على راسي أنت يا وليدي. تعال اقعدني وياك لبين ما حليمة تجهز الغداء. لعيوني. شرف عمي ابو تحسين، اهلا وسهلا فيك. ليش شرفت؟ هلا يا ابو محمد شرف. احلى عمي ابو شاكر شرف. عمي ابو الفوز يكتب لك شرف عمي. الله يخلف عليكم. لك اهلين اهلين. تستنوا بالدوامه. لك اهلين بالشباب. سلامو دعمني دعم. شرف عمي شرف. روح يا روح يا روح. لا حاجه يلا روح. سلم هالديات على راسي زعيم. اهلين عمي زينو. اهلين ابو شوكه. اهلين بالشباب. شرف عمي الف مبروك شرف. عفين العوده يا عمي عفين العوده. شرف عمي اهلين ابو زكي شرف. شرف يا ميت اهلا وسهلا. شرف عمي شرف. والله يا شرف حجي شرف. شرف جبت لكل واحد منكم تنكت زمزم. الله يكرمك يا زعيم. الله يكرمك. اهلين ابو لمعي. الله لا يحرمنا الزعيم. شو شو هيه انت الخير والبركه ولو. والله يا جماعه فتوا السود وما تكون حاسبين حسابي. ابو طالب ما بيسع حدا من عطاياي. ابو لمعي شبنا قل له كتر خيرك. وان الله يكتر خيرك يا زعيم. لا لا هذا قال من واجب زعيمنا بهالمناسبه. مو لازم يعني تعلن المنصب تبعي قدام الجماعه. يا جماعه نعم من هلا ورايح ابو لمعي تعين مسؤول عن صندوق لم تبرعات لاخواننا بالجزائر. الله يحييهم. الله يحييهم. الله يحييهم. مبروك يا رب. يلا شرفوا على الديوان. باركونا باركونا. الف مبروك يا ابو لمعي. مبروك مبروك. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. انت اخذتك ياهم على البيت. لك باخذ؟ لك انا باخذهم. يا جماعة بدي اياكم تساعدوني، بدي تلاقوا لي حل، بدي اعرف اخلص من هالسيرة. والله معك حق تتضايقي وتعصبي، لازم نلاقي حل. انا بقول ان جوازة صالحة بدها صفنة. ام عبدو ما في وقت للصفن يا ام عبدو. خلصينا بقى ام يحيى. قلت لكم بدها صفنة. يا بنت الحلال ليش ما عم تفهمي علي؟ عم بقول لك ما عندنا وقت للصفن. يو انا عندي الحل. يو انت الثاني عندك الحل وساكته؟ لك احكي ايدي بزناري. احكي يا بنت الحلال. تفضل عمي. السلام عليكم. عليكم السلام. امور بمعيه شواربك ممكن تخدمني خدمه صغيره؟
إيه من عيوني، بس بسرعة شوي الله يرضى عليك، لأنه الحرمي حاطة الأكل بالأرض وخايفين يعني يبرد ويجلط بعدين نسخنه. ولا لك فوت فوت بأكل لك لينتين نحكي على الأكل. إن شاء الله صحتين وهنا، وإن شاء الله دايماً ديارك عامرة بالأفراح. الله حيوه، أمرني عمي. ممكن أعرف عنوانه للدلال اللي اشتريت منه البيت؟ على عيني. بتروح على الحارة الثالثة. وين هذا الخضرجي؟ الحارة الضيقة قدام الخضرجي بتفوت منها على اليمين، هون بتسأل أي حدا بدلال. السلام عليكم وكتر الله خيرك. أهلين عمي أهلين. يا سيدنا بصير هيك رئيس المحكمة يغض نظر عن الشيء اللي عم بيصير عنده؟ أنا شيء؟ أخي عدلي بيقصد جناب رئيس المحكمة بيرضى بهالتراخي يلي صاير عندكم بالمحكمة يا سيدنا؟ لك ابني خلص أنت وياه احكي. والله ما بعرف شو بدي أقول لك، أخي لا أحكي لك من الآخر. احكي بقى خلصني، طلعت روحي انت وياه. من الاخر يا سيدنا، نحن من المتضررين من مجرم عمل العمايل فينا وباهالينا. ايه والحمد لله رب العالمين، ليكن كمان شو هلا هو عندكم محكوم اعدام. ايه خلص معناتها. بس يا سيدنا لهلا ما تنفس حكم المحكمه وخايفين يعمل له شيء فرتيكه ينفذ حاله وينضحك علينا وعليكم. لانه هذا الزلمه عنده سوابق. ها لذلك جايين نطلب من معاليكم تعجلوا بتنفيذ الحكم مشان فش خلقنا وخلق كل مين تضرر بسببه. لك قبلين انتم متأكدين من الشيء عم تقولوه؟ ولو يا سيدنا. شو اسمه المجرم؟ بصراحة هو مو مجرم، هو مجرمة. ما بهمني مجرم مجرمة، شو الاسم؟ لمعات. لمعات المحتسب. لمعات المحتسب؟ ايه نعم يا سيدنا، لمعات المحتسب. خلص نبحث في الأمر. يكتر الله خيركم. الله يعطيكم العافية يا سيدنا ورحمة أمواتك لا تأخذوا. شو هذا يا ابني؟ عاف شي من واجبه. خير الله وخيرك سيدنا. والله خجلتوني. السلام عليكم. السلام. شباب بيت الدلال أبو صفوت وين بلاقيه؟ وانا عيدك شمال بالصدر. كتر الله خيرك. جاي مور اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير عمي؟ عمي من الاخر. الله يرحم والدينا والديك. الي ديني مع هدول الشباب اللي باعوا البيت عن طريقك وغطوا واختفوا وما عدت اعرف وين اراضيهم. عن انو شباب عم تحكي لك عمي؟ شنو كل يوم عندي 20 بيعه وبيعه. عدلي وحلمي. ايه تذكرتهم تذكرتهم. ايدي بزنارك رشدني عليهم وينهم؟ هدول الشباب فهمت منهم انهم باعوا البيت وسافروا من يوم لك عمي. سافروا؟ هيك فهمت منهم لك عمي. ولوين سافروا؟ ما قالوا لي. شو هالحصاد؟ شرف عمي شرف. لا كتر الله خيرك والله مشغول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله معك. Thank you.
كان لازم أسألك شو رجعك على الشام بعد كل هالسنين. فعلا لأنه لعب الفار بعبي بعد هالزيارة المفاجئة. رح أدق على الباب وأسألها لأنه ما عاد يجيني عقود ولا عاد يجيني راحة بال حتى أعرف. بس يعني حلو أدق على الباب قدام الخلايا. ليش مو حلوة؟ وفي قرابة بينك وبينها؟ لا لا خليها لبعد ما أبعت للأميش. كمان تقل حقك صباح. شبك؟ شبك هرهرتك بسرعة وصرت مثل خرقة؟ لك شبك؟ شرف أخي بألف يا ويلا لحتى قدرت استرد هالخمسين ذهبية. شو عم تقولي؟ احمد ربك اللي قدرت استرد خمسين ذهبية من الجماعة لك أخي. هلأ من بين كل الذهبيات اللي أعطيناك إياهم ما رح ترجعينا غير بس خمسين ذهبية؟ مستيك من إيدي وخلصني عشان تعني مرة تعرفوا تعتمدوا، وإذا ما بدك إياهم لو رجعوا لجماعتي. لا 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 بدي إياهم أعطيهم. ولا عاد تورجيني وشك أنت وياه لأنكم خجلتوني مع جماعتي ووصلت بيناتنا للشيطان الرجيم. بدك طولي بالك يا خانم لأنه نحن عاوزينك بموضوع تاني. أخي تيسروا بحال سبيلكم، شنو ماني فاضية لشغلاتكم اللي معتاد. يا وحدي الله، مو لا تعرفي شو بدنا منك بالأول؟ لا إله إلا الله، احكي شو بدك خلصني. هلا بصراحة أنا أخي حلمي يعني على قد ما أنا معجبين فيك كثير، عليك أخي حلمي اسألي إذا بدك. هلا بدك تفتح لي سيرة عنتر هيك من على باب البيت، احكي شو بدك خلصني. طيب ماشي. بدنا منك لقينا عروس مثلك يعني بنت حلال وعلى كيف كيفك. شو؟ مثل ما سمعتي ايه؟ وشو بيشتغل حضرته؟ ها من هالناحية هي لا تاكلي هم منو. أخي حلمي شاب على كيف كيفك مليان ومقتدر. ايوه هاتي لشوف شو قلتي؟ ايه شو عليه؟ بصير خير لك أخي، بشوف لكم معارفي اليوم. يا ريت يا خانو تكون العروس من طرفك، شنو حابب تكون يعني تشبهك. ايوه ومن بعد اذنك يا خانو يا ريت تكون العروس بنت اخوك بنت اختي معلش مشان يكون الشبه كتير قريب. بصير خير لك اخي. يعني كمان عدم المؤاخذه يا خانو لو ما كنت جنابك متجوزه مثل ما عرفت من اخي عدلي كنت طلبت جنابك من جنابك، شنو ما رأيت عيني لا أجمال ولا ألطف من جنابك. اي خلص خلص إن شاء الله هاليوم بشوف لكم معارفي وبرد لكم خبر. يا ريت يا خانو تعجلي لي بالسيارة شوي شني مستعجل كتير كتير. خلص رح أعمل كل جهدي. مع السلامة. يخرب بيتك شو قلبك حاضر. بلا مش رأيك بعجبك بس اني ما فهمت من وين جاي بهالسان الحلو. لسه ما شفت شيء. تعال يا اخي. يخرب بيته شو جريء وملسين، لك رح ياكلني بعيونه يلي ما بيتسمى، وما بقي غير يطلبني رسمي هيك من على باب البيت. لقوا مهضوم وجذاب وطلته حلوه، وفوق هالشي مثل ما فهمت مليان ومنتلي. اجت على ايديها ورجليها، والله لخلي وحيد الأهبل يندم على الساعة يلي رمى علي اليمين. ألو سعاد كيفك؟ شو أخبارك تقبريني؟ اليوم اجيتي من بيروت؟ معناها احملي حالك وتعي لعندي بسرعة بسرعة. ولك ايه في موضوع بدي أخذ رأيك فيه. يلا بانتظارك.
زيد يا طويل العمر. والله شبعت يا عمي، ما عاد فيني اكثر من هيك. صحة وهنا. على قلبك. مشان تعرف طبخ حليمة. سلم ايديك يا ناصر حليمة. افا ما ابو داعي للشكر، ان صرت واحد منا. بس يعني عدم مؤاخذة ثقيلة شوي مو هيك؟ هذا شلون مشان تعرف اكل العرب؟ هذا لبن خاتر بخيره. وينكب فوقه السمنة العربي. والله يا عمي بينكب فوقه سمن، بينكب فوقه زيت، أنا ما بفهم. اللي بفهمه إنه بطني رح تفقع. ماني أدى لهلكلي. خير إن شاء الله. الحين بعد كاسة الشاي من يد حليمة ترتاح بإذن الله. من عيوني، ما تقولوا إلا الشاي صار عندكم. وما خلق السماء ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصباح إن ربك هو الخلاق ولقد أتيناك سبحانه والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المنذرين الذين داخلي يا جماعة. شو بلا معبدو؟ شو أخذينك هالسيران لحنا لحتى داخل إيك؟ هدي لي حالك معبدو. شبكي مصابر؟ قلت لك أم يحيى. نسيت. إيه وهي أنا عم سكرك أم يحيى. يو هلا أنت وياها بتكون تتخانقوا قدام الشيخة حفصة؟ خلوا المخلوقة تعال تتواصل مع إخوانها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بتبلغ عنايات خانو وبتقلها هدول قمايش من عند صباح افندي وشوف شو بدها تاخذ تاخذ واللي ما بدها يرجعوا. حاضر معلمي. واذا كمان بدي اياهم كلياتهم كمان لا يمنع وبترجع بريم لعندي. براسي معلمي. والله خربطت كياني، لك خربطت معيشتي، خربطت أحوالي كلياتها. يا الله لك شو رجع بعد هالغيبة هي؟ بس شهد الله حلوة مثل أيام زمان. لك لا مو بس حلوة، بتسبي بتسبي وحلياني أكتر وأكتر هالدرسانة. يفضحها لي جمع حلاها. صلاة محمد عم تحكي عن جد؟ ولو يا سكينة، يعني معقول أنا أكذب عليكي؟ يعني هلأ عدلي وحلمي صاروا برات البلد؟ إيه والله هيك قال لي الدلال اللي دبر لهم البيعة. شيخ، يعني أنت متأكد متأكد إنه صاروا برات البلد؟ إيه متأكد. يا سكينة، اللي صار معه كل هالمصاري، إيش ما عدوا بهالبلد؟ والله شغلة بتحط العقل بالكف. أنت بتعرف إنه هالشغلة هي اللي صارت إجت من مصلحتي أنا وياك؟ شلون بقى فهميني؟ أنت ليش ما عم تفهم علي؟ هلأ لما عاد خانم ما عاد عندها حدا حواليها غيرنا أنا وياك، فهمت؟ إيه؟ إيه والله أنا كان شاككني قلبي إنه هدول الجوز بدهم يخونوها ويهربوا وشحهم، سرقوا البيت والمال كانتين وهربوا. عجبك؟ إيه لك مشان تعرف أنا ما كنت متحملتها على سواد عيونها، إجت الفرصة على إيديها ورجليها. فهميني شلون؟ هلأ شو بدك بالسيرة؟ نرجع منكفي حديثنا بس حط الأكل لأني ميتة من الجوع.
لا رح قوم معك، بدي افهم شو عم يدور براسك. امشي يلا. يا الله يا الله، ربي يقويكي ويخلينا ياكي يا ميت. اهلا وسهلا. الله يطعمك حجه يا شيخه حفصه. امين يا رب العالمين. تعي تقولي لي تعي. خلينا ياكي. ايه مثل ما قلت لك يا ام طالب، لا تنسي بالزياره الجايه ان شاء الله بتجيبي لي شيء معك من اثر هالبنت، وباذن رب العباد بتتسهل جوازتها. الله يسمع منك. ايه والله بينلك اجر وثواب عند رب العالمين. الحمد لله. حاكمتي اللي بجيلها تجوز وصار عندهم اولاد الا بنتي صالحه. الله كريم. المره الجاي بدي اجيب لك شيء من اثر ابني محمد، بركي هيك بتعرفي لي امتى الله رح يهديه ويتجوز ويركم بقى. توكلي على الله. توكلي على الله. خير ان شاء الله. يلا السلام عليكم. الله يسعدك يا شيخ. مع السلامه. هوني الله يسلمك ويخلينا ياكي. نزلوا نزلوا نشكو. يلا تقبريني. يلا مع السلامه. الله يسلم عمرك. بس لحد هلا كل الدلائل والمؤشرات بتقول انه لمعات انعدمت، ومشان هيك انت من وقت ما رجعت على الشام انت ومشلوش وضايش. ايه والله عمي طلال، ما بعرف شو صاير لي. بس دخيل عينك، ها مثل ما نبهت عليك الحكي بيناتنا يضل. لا يا عمي ابطالي، بير غميق وما له قرار. والله مو مشان شي يا عمي طلال، بس مو حلوه بحق ابو طالب الانواتي اللي صار على فرنسا ولو تراها. تيجي وحده من داخل السجن تخطط لخطفه وتبعت له قبض زهران على طريق القدس. والله عم تحكي درر يا عمي ابطالي. بس تعرف اللي حاطط عقلي بكفي، اذا الحرمه انعدمت معناتها في واحد تاني كان مخطط لقتلي. خسا. ما بعرف ليش قلبي عم بيقول لي انه لمعات عايشه. بس يا زعيم، انت قلت لي من وقت ما رجعت على الشام انت وعم تدقدس وتسال عنها للمخلوقه وقالوا لك انه ميته. مزبوط مزبوط. لكن كيف هيك؟ هلا انا جاي لحتى انت تشاركني هواجسي وتساعدني، انت بدك تشتكي لي؟ انا بخدامتك عمي ابطالي. اللي شو رايك؟ القصة بتحط العقل بالكف، يعني بدها صفني. انت شو عم تحكي يا سكينة؟ شو عم تحكي؟ مثل ما سمعتي يا خانم، ولا بدك ياني كذب عليكي، عم بيقولوا انه حلمي وعدلي هربوا برات البلد. يا الله يا ربي، ليش هيك عم بيصير معي؟ ليش وانا مجروحة؟ ليش؟ طولي بالك يا خانم، انا وجوزي ما رح نتركك طوال العمر. احنا الصابين بعد ما اخذوا مالكانتين بكيوان واخذوا بيت الصالحين. لانه قليلين اصل يا خانم. الكلاب الكلاب اولاد الكلاب، لميناهم من الشوارع وعملناهم زلم. قلت لك انا وجوزي ما رح نتركك، طولي بالك. بس خلص بقى، حلي عني انت وجوزك، انت الثانيه نلعي من وشي نلعي. هلا شو العمل؟ كيف بدي اتصرف اذا عرف نور الدين اني ورا كل مصايبه؟ اكيد رح ينتقم مني، اكيد رح يجيب اجلي بعد ما عملت كل جهدي ورتبت وخططت ودفعت الغالي والنفيس لحتى انتقم منه. هيك بهالبساطه بتغدروا فيني بعد ما حطيت كل املي فيكم؟ بس لا مو أنا يلي بنتظر الموت، مو لمعات خانم اللي بتنتظر الموت. سكينة سكينة، امري يا خانم. اسمعي شو راح اقول لك منيح وفتحي مخك منيح. مشي.
يعني حلوة دق عليها الباب بهالليالي. إلك أنو ليالي أنت التاني صباح أفندي شباك؟ إيه بس الساعة 9:30. إيه 9:30 بس بكير. إيه بكير. إيه لسه الجاج ما نام يا رجل. إيه نعم. بعدين فلان يا فلان في قرابة بيناتنا. إيه لك عم. يعني هلأ إذا كان في قرابة بيناتنا لازم دق عليها الباب الساعة 9:30 يا رجل. هلا رح يطق مخي. لك شو ساوي؟ دق ولا ما دق؟ إيه بلاها. أبو لمان هذا الحرف شو هو؟ ألف. ألف عمي شو؟ أيوة ألف سيدي. يا عين عليك. وهذا الحرف شو هو؟ أب. باء عمي. باء مو أب. باء. شو هالحكي؟ يلي شايفه مكتوبة أب. عمي هيك بتنكتب ولما بدنا نلفظها منقول باء مو أب. من تعلينا سيدي كميل. يا عين علي. طيب هذا الحرف شو منقله؟ ات. تاء عمي. تاء مو ات. إيه لا شو هالحكي هاد لك استاذ؟ بلشت تفت برات الصحن. شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا الذهب والغاء الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك طراس بالذهب والغاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي ولا توب الردى
لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا. الله 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 يوم الوغى من دهن يقول الله. يا ما شكت روحي يا ما ندهى القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب. ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب فوح يا ريحان سلم أحبابي.